حيث الحكومة باجمي بداكي ألبير يعقد لقاء عمل مع أعضاء الحكومة والشركاء الفنيين والماليين في متابعة نتائج الطاولة المستديرة التي انعقدت في باريس. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقوم بتسجيل اللاجئي جمهورية أفريقيا الوسطى المتواجدين بقرية بوكونيا التابعة لمقاطعة نيوبندي بإقليم اللوغون الغربي. والعاصمة نجمينا تستضيف نهاية الشهر الجاري فعاليات ماراثون السلام الدورة 18. المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الجادية نقدم لحضراتكم عرضنا المسائي لهذا اليوم. عقد اليوم رئيس الحكومة باجمي باداكي ألبير لقاء ضم أعضاء الحكومة والشركاء الفنيين والماليين للبلاد. الاجتماع يهدف إلى تقييم ومتابعة نتائج الطاولة المستديرة التي انعقدت في باريس لحج الموارد من أجل دعم الخطة الوطنية للتنمية. تقرير حسن درموت. هذا الاجتماع جاء بعد انعقاد الطاولة المستديرة التي أخذت في باريس العاصمة الفرنسية في الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2017، وقد أخذ هذا الاجتماع بهدف هجد الموارد اللازمة من قبل المانحين لتنفيذ مختلف مشاريع الخطة الوطنية للتنمية من 2017 إلى 2021. وبهذه المناسبة قدم رئيس الوزراء باجمي باداكي ألبير كلمة شكر فيها مختلف الشركاء الفنيين والماليين على مشاركتهم الفائلة لإنجاء أعمال الطاولة المستديرة التي انعقدت في باريس. أشار رئيس الوزراء أن إنجاء الطاولة المستديرة تعتبر خطوة مهمة في نهضة البلاد عام 2030 في إطار رؤية رئيس الوزراء باجمي باداكي ألبير. أكد أن فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قد وضع مختلف مشاريع التنمية ضمن أولى اهتماماته، وأن الخطة الوطنية للتنمية من 2017-2021 هي حاليا موضوع اهتمامات حكومتي. وأضاف رئيس الوزراء من أجل متابعة تنفيذ مختلف مشاريع التنمية فإن حكومتي قد وضعت آلية لمتابعة وتقييم تلك المشاريع عبر وضع لجنة عليا لمتابعة وتقييم ولجنة أخرى فنية مشتركة بين الوزارات المعنية، وأن الحكومة قد وضعت برنامج من أجل تشكيل أمانة دائمة معنية بهذا الأمر. أما ممثل الشركاء الفنيين والماليين بالبلاد جان كلود ناشيغا فقد أكد باسم مختلف شركاء التنمية دعمهم ومساندتهم الكاملة لمختلف مشاريع التنمية التي وضعتها الحكومة. وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي عيسى دبلان أكد أن هذا الاجتماع يعتبر الأول بعد طاولة باريس. وأضاف الوزير إلى أن رئيس الوزراء دعا إلى هذا الاجتماع اللجنة الفنية للمتابعة والشركاء الماليين من أجل متابعة تنفيذ هذا المشروع التنموي. Premier ministre لما جمع كل partenaires techniques financiers دول ministre حقا دول كلهم وماناس operateurs économiques قال يعني PND دا واجب نمشو قدام واجب partenaires لور جوبو حال غروس حال كونترا نسيمام لي بروجي دول يعني نمشو قدام للريلانس على الايكونومي. الجدير بالذكر انه لمتابعة وتنفيذ مختلف هذه المشاريع التنموية ستكون هناك اهتمامات متتابعة في الأيام والأشهر القادمة. أكد رئيس الحكومة باجمي باداكي ألبير بأن هناك آلية لمتابعة وتنفيذ مشاريع الخطة الوطنية للتنمية. جاء ذلك من خلال الكلمة التي ألقاها أمام أعضاء الحكومة والشركاء عند لقائه بهم. كما تعلمون Son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, désireux de relever le défi de l'émergence de notre pays à l'horizon 2030, a clairement exprimé. كما تعلمون في أن فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قد أعلن عن رغبته الصادقة من أجل إزالة كافة التحديات التي تقف أمام نهضة البلاد في مطلع عام 2030. عبر تلك الرؤية الطموحة التي وضعها رئيس الجمهورية من أجل تشاد التي نريد، وأن الخطة الوطنية للتنمية 2017-2021 هي جزء لا يتجزأ من هذه الرؤية،
واستجابة لتلك النداءات التي قدمت من قبل بلادنا تشاد فيما يتعلق بالخطة الوطنية للتنمية، لأن المجتمع الدولي قد قدم دعما قويا عبر مختلف شركائنا المانحين خلال أعمال الطاولة المستديرة التي احتضنتها باريس العاصمة الفرنسية في الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2017. ولعل المجتمع بدأ يتساءل عن مدى استعداد الحكومة في إدارة ومتابعة تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية للتنمية. وبهذا الخصوص أود أن أؤكد لكم بأنه قد وضع هناك آلية معنية بهذا الأمر منذ أكتوبر المنصرم تعمل تحت إشراف فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديفي إتنو، وأن هذه الآلية هي تتمثل في اللجنة العليا للتوجيه والمتابعة والتقييم الذي أترأسها، وأيضا هناك لجنة أخرى فنية معنية بمتابعة تنفيذ مختلف المشاريع التنموية. وبالأمس قد أصدرنا قرارا بتكوين أمانة دائمة مكلفة بمتابعة وتنفيذ مختلف المشاريع الواردة في الخطة الوطنية للتنمية 2017-2021. مرة أخرى أؤكد لكم بأنه ومن أجل تحقيق تلك الأهداف التنموية يتطلب مشاركة فاعلة من مختلف شركائنا الفنيين والماليين. L'accompagnement de la réalisation de ces investissements sur le territoire national et ce au bénéfice des populations. التقى اليوم وزير البترول والطاقة بشير مادي بالمسؤولين الفنيين والإداريين بالوزارة، ويهدف الاجتماع إلى تحديد المهام وتحمل المسؤولية والعمل ووضع استراتيجية فاعلة للتفاوض مع المستثمرين الأجانب. هارون أب آدم. يعد قطاع البترول من أهم ركائز الاقتصاد الوطني إذا استخدم بطريقة حديثة وفق معايير الاستثمار في هذا المجال. ولتقوية العمل وتحديد المهام عقد وزير البترول والطاقة بشير مادي اجتماعا مع الفنيين والإداريين بالوزارة، معربا عن استيائه من بطء معالجة الملفات والاستغلال السيء للمناصب من خلال تعاطي الرشوة والمساومات مع المستثمرين لتحريك ملفاتهم حسب تصريحات الوزير مادي. وشدد على ضرورة الشعور بالمسؤولية والهم الوطني، وذكر أن رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي وجه الوزراء أثناء زيارة الرئيس التركي إلى البلاد بتسريع العمل في الملفات الخاصة بالاستثمار وتنفيذ المشروعات عمليا، إلا أن الوزير لاحظ بأن هناك تقاعسا من قبل بعض الإدارات الفنية على حد تعبيره. يا تقول يا جري دورا فايدة أنا يا تقول يا سال وين فايدة أجي وين ريبا أجي هني ده ناس فنسونير أنت كم شيلت كي أنت تبغى فنسونير تاكل ملها كума ولا تسال وين فايدة أجي وين ريبا أجي ده بس لمن يا ناس أنا مينيسر كادر كل أورينا هني وقدام دا ناس يجي إنفستسر دا إلى أي كادر أنا مينيسر يبغى مشيل كوميرسيال كوميرسيال دا ده نادم على يانتيك شغل تبيا كماتي دورا كل يوري شغل دا أديل شغل دا ميشيل دا شغل دا ميشيل دا كم ماسه إن ميشيل دا دار دا ديفلوبمان نودا ما يقوم كم فونكسيونير ويني كلو دوسيه كم ليجا بس يديس في تيرارا نو يفرمه زاتا رئيس أنا نا بريزان إدريس ديبي ما يوم دا أورال واكيد أنا بريزان أشوف كجادا قال إنتو مينيسترا دا دوسيه جاي نسيا اليوم دا إنتو ماتي وادرو دوسيه دا ودو قدام يا كريم دون كلام أنا ريتار في دوسيه دا تشد ودرن الشغل كثير. من ناحية أخرى دعا وزير البترول والطاقة بشير مادي إلى البدء في تحريك مشروع الطاقة المتجددة واستغلال الطاقة الشمسية لتزويد مدينة إنجمان بالطاقة اللازمة. الاهتمام بالمستثمرين الأجانب وتغيير نمط العمل ضرورة حتمية للانخراط في تنفيذ المشاريع الإنمائية في سياق المرابحة وتحقيق التنمية المنشودة لتفوق توقعات ما تحدثه الخطة الوطنية للتنمية PND.